تزامنا مع الذكرى الثانية لصمود في وجه العدوان السعودي الغاشم، نظم اتحاد الإعلاميين اليمنيين والجبهة الثقافية لمواجهة العدوان ندوة فكرية تضمنت صمود اليمنيين ودور الإعلاميين في مواجهة العدوان خلال عامين. لهم حديد ونار وهم من القش أضعف، قالها المبصر في الزمن الأعمى، فانطبقت على السعودية التي تشن عدوانا سافرا على اليمن منذ عامين بحديدهم ونارهم وعتادهم الحديث المستورد من الولايات المتحدة وأوروبا. اجتمع الإعلاميون هنا في ندوة فكرية تحت عنوان اليمن بين تهافت العدوان وإشراقات الصمود، تجسيدا لعامين من المواجهة والتحدي لآلة القتل والدمار. نحن نؤكد للعدوان أنه مهما استبد وأوغل في جرائمه بحق الشعب اليمني، مهما حاصر، مهما عتم وحاول أن يؤلب العالم علينا، إلا أن الشعب اليمني سيظل صامدا وسوف يواصل مرحلة التصدي لهذا العدوان، سواء تصدي سياسي واقتصادي واجتماعي أو تصدي إعلامي. فعالية تتعلق بالجوانب الفكرية والتوعوية فيما يتعلق بالحالات التي يحاول أن يشنها العدوان إعلاميا وثقافيا. المعركة أساسا هي معركة وعي، ونحن نعرف أن العدوان السعودي يستهدف الشعب اليمني. عامان من الصمود والثبات والشجاعة، كان إعلاميو اليمن في المقدمة وبرز دورهم في نقل جرائم النظام السعودي بحق المدنيين والنساء والأطفال، وكشفوا بإمكانياتهم البسيطة تزييف وكذب إعلام العدوان ومرتزقته ممن أنفق عليهم المليارات. حقيقة قام اتحاد الإعلاميين والجبهة الثقافية بهذه الندوة، تأتي في إطار تدشين حملة الصمود سواء كان الجبهة الإعلامية أو الجبهة الثقافية، وأيضا تعبر هذه الندوة عن جبهة الانتصار وما قدمته الجبهتين في إطار التصدي للعدوان رغم آلة الإعلام التي يمتلكها العدوان ورغم إمكانياته الكبيرة، إلا أنه بكل فخر نستطيع القول أن الجبهتين قامت بدور عظيم كانت لا تختلف عن دور رجال الرجال في الجبهات. بعد عامين من العدوان هم يتقزمون ونحن نكبر، هم يتراجعون ونحن من نبادر بالدفاع عن انفسنا بكل الوسائل المتاحه. لم ولن يحقق العدوان السعودي شيئا سوى الخيبه والمزيد من السقوط والانتكاس في محيطه العربي والدولي، بعدما استطاع المقاتل اليمني تعريه العدو وجيشه الكرتوني على حقيقته. اكرم سران، اليمن اليوم.